معالي المحافظ كمان يعني في المشروعات العدد الضخم ده اللي حضرتك بتقول ان هو تجاوز ال 1000 الرقم اللي قدامي. احنا بنتكلم الهيئه الهندسيه لوحدها لها 1365 مشروع اللي هي بتشرف عليهم او بتنفذهم تحت الاشراف برضه من الاشتراك الميداني، بالاضافه لجزء من المشروعات اللي كانت بدات وبتستكمل من خلال حياه كريمه. دي بقى كل جهه بتنفذها بالتوازي، يعني في مشروعات كانت بادئه للصرف الصحي. ايوه. الهيئه القوميه للصرف الصحي شغاله فيها زي ما هي بتكملها، بالاضافه للشركه للمياه والصرف الصحي. كان في مشروعات كهرباء، كان في مشروعات ري، كل مكان بيستكمل الجهه بتاعته بتستكمله زي ما هو، بالاضافه الى 1365 مشروع احنا بنتجاوزنا 1700 مشروع. موزعه على ايه؟ كل القطاعات الحياه التي تمس المواطن، تعليم، بريد، صرف يعني صحي، تمام. لو كلمت البنية الأساسية يبقى بتكلم على طول كده واحنا مغمضين، الصرف اولا ثم المياه، الكهرباء، الاتصالات، الغاز. نسبة الصرف كانت كام في المحافظة مع المحافظة وهتبقى كام؟ والله هي كانت متفاوتة جدا، هي في الريف، لم تتجاوز بأي حال من الأحوال 10%، يعني كنا بنتكلم في 10%، تزيد 1-2 في الحدود دي ان شاء الله. المنتظر باذن الله ان شاء الله مع نهايه الثلاث مراحل قد نصل الى 100%، مع نهايه المرحله الاولى دي هنتجاوز ال 50 ان شاء الله. بنلاحظ ان ده نقول ان هو نقول خمس اضعاف على الاقل، اربع اضعاف لخمس في المرحله الاولى، اللي هيتم تنفيذه على الارض من اربع الى خمس اضعاف ما تم تنفيذه في محافظه سوهاج من جبال الخليقه. يعني احنا لو كنا بنقول احنا 10% هنوصل 50، طيب ال 10% دول بداوا امتى؟ من بدايه الدوله المصريه، حتى بدايه السنه اللي فاتت او بدايه مشروع حياه كريمه. قدهم خمس مرات او من اربع لخمس مرات هيتنفذ السنه دي ان شاء الله. يبقى احنا اتكلمنا في بنيه اساسيه، بتكلم حضرتك في مشروعات خاصه بالري، مشروعات خاصه بالزراعه، مشروعات خاصه بالشباب والرياضه، الطرق، الصحه، الكهرباء، الاسكان، التضامن الاجتماعي، كل مجالات الحياه. احنا بنتكلم اذا كنا بنتكلم على حياه كريمه فكل ما يمس حياه المواطن وتحسن جوده حياه المواطن حتى يعيش الحياه الكريمه اللي بنتمناها كلنا داخله في هذه المبادرة. المبادرة اللي بتمثل نموذج دلوقتي لتكاتف جميع أجهزة الحكومة المصرية بوزاراتها بهيئتها، بالإضافة للمجتمع المدني له دور لا يمكن إغفاله في هذه المبادرة في المساعدة معنا. وبالتالي يعني مش يعني مش ما فيش وزارة مش مشاركة، تقريبا كل وزارات مصر كلها مشاركة. التنمية المحلية قايمة بالدور الأكبر في إنها تنظم الموضوع وتنسيق بين الجهات المختلفة والقيام بالموضوع، ولكن جميع وزارات مصر كلها، كل الوزارات لها دور طبعا تحت قيادة دكتور رئيس الوزراء.